بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا إن الثغرة الفاصلة بين التنظير والتطبيق تكمن في عنصرين: عنصر الفهم لعاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وعنصر الإرادة. فتعالوا معنا لنتحدث عن عنصر الفهم. فما هو فهمنا لعاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ استوقفني أحد الإخوة وقال إن هناك من رجال الدين من يروجون الفكرة بأن هذه المحاضرات هي مخالفة للدين وهي تصد عن ذكر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه المجالس لا تحضرها الزهراء، يتحدث عن هذه المحاضرات. وقال لي هذا الأخ العزيز بأن هؤلاء يقولون للشباب إن وجودكم في هذه المحاضرات يصد عن ذكر الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا كانت هذه المجالس لا تحضرها الزهراء ولا تمثل إحياء لشعيرة أبي عبد الله الحسين، فإن محاضرات السيد حسن نصر الله لا قيمة لها، فإن محاضرات الفقهاء والعلماء في عشرة محرم لا قيمة لها لأنها لا تحضرها الزهراء. فلماذا تتابعون السيد نصر الله؟ ولماذا تتابعون الفقهاء والعلماء والسيد ولي أمر المسلمين؟ لأن السيد ولي أمر المسلمين أيضا يلقي محاضرات عن عاشوراء الحسين، والزهراء لا تحضر تلك المحاضرات. التركيز في روايات أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام من أجل الحضور في مجالس أبي عبد الله الحسين، إن كانت هذه الدمعة وهذه المجالس تحقق الدم الذي أريق من أجل هذه الأمة، إذا كانت تحرك أهداف الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الزهراء تحب تلك المجالس وهي مصداق من مصاديق أحيو ذكرنا. أما المجالس مفرغة المحتوى، المجالس التي الآن سأتكلم عن أحد الفقهاء الذين تتجمع المواكب العزاء والهيئات العزائية في إيران ليلقي كلمة، هذه الكلمة كانت وقع أثر على المنظمين في الهيئات والمواكب العزائية والمجالس الحسينية. وكيف يتكلم عن تلك المجالس وكيف يتكلم عن هذه المواكب العزائية؟ هذه المحاضرات قد تكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل من حضور بعض المجالس
التي تعقد على الحسين، التي هدفها تحريف أهداف أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام بطريق مقصود أو بطريق غير مقصود. الحسين، أئمة الهدى لا يريدون الدمع غير الواعية، لا يريدون البكاء الصرف. سأخصص غدا إن شاء الله كيف أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف يتحدث عن الدمعة وأثر هذه الدمعة في مجالس أبي عبد الله الحسين، كيف ينظر إلى هذه المجالس. فما هو فهمنا لعاشوراء الحسين؟ قولوا لهؤلاء إن كثير من المجالس هي تقتل الحسين وهي تظلم الحسين، لأن الحسين قتل مرتين، ظلم مرتين، قتل مرة في كربلاء وأريق دمه الطاهر في كربلاء، وظلم وقتل مرة أخرى عندما حرفت أهدافه وغيبت أهدافه الحقيقية في إحياء عاشوراء الحسين. ليست القيمة أن تجلس في المجلس وتبكي، القيمة أن هذا البكاء يحرك فيك تلك الحرارة التي تكلم عنها الإمام الصادق، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. أي حرارة؟ ما قيمة الحرارة هذه؟ الآن سأبين عاشوراء مزيج من عنصرين، عنصر الحماسة، الطابع السياسي، البطولة، الشجاعة، الإقدام، التضحية، الفداء. هذه المفردات هي عنصر الحماسة في الطابع السياسي في حركة الإمام سلام الله في عاشوراء، موجود أو غير موجود. العنصر الثاني عنصر المأساة، الطابع العاطفي في عاشوراء. فعاشوراء قمة في الحماسة، قمة في البطولة، قمة في التضحية والفداء والإقدام، كيف لا؟ لأن قائدها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ترجل فردا وحيدا أمام الحكم الفاسد السافاك، ولم يبايع يزيد لوحده، لم ينظر إلى أحد ينصره، وما توقف ألا من ناصر ينصرنا، لا ينتظر أحد ينصره. وقال مثلي لا يبايع مثله، حتى أهل بيته أرخصهم. ولم يرضى للبطش والسلطة، ولم يرضى بالذل والهوان بديلا، لأنه قال إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برم. فظل ثابتا على موقفه، قاتل وأثقل بالجراح حتى قتل
وكانت أغلب جراحات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من الأمام وفي وجهه، ومعنى ذلك أن الإمام لم يدبر ولم يعطي القوم ظهره. والسر يكمن في تضحية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بكل ما يملك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قولوا للعلماء، قولوا للخطباء، قولوا للذين يحضرون مجالس أبي عبد الله، أأنتم كالحسين تقفون لوحدكم في الساحات؟ هذه المجالس التي يريدها الحسين. لقد حاول بعض الأعيان، أعيان الشيعة والأقرباء من الإمام سلام الله عليه، من أهل بيته، عبد الله بن جعفر، أخوه محمد بن الحنفية إلى آخر سلسلة من الذين حاولوا أن يثنوا الحسين عن خطه وعن طريقه نحو كربلاء. نصيحة الإمام الحسين بالتراجع عن قراره نظرا للظروف المحيطة، يقولون ترى الأوضاع مش جيدة، الأوضاع ليست في صالحك، كفة الطاغي مرجحة لأن ينتصر عليك، فقدموا له النصيحة وأخذوا يفلسفون الأوضاع. وانطباعهم عن الأجواء الحاكمة فئة قصيرة، فئة صغيرة، فئة قليلة أمام جيش عرمرم، ففشلوا في ذلك، ومضى هو في طريقه على قلة العدة والعدد ليسجل أروع حماسة في التاريخ. أضحت تلهم الأجيال جيلا بعد جيل لتعلم الأمة معنى الحرية ومعنى مقارعة الظالمين والموت وقوفا بوجههم. هذا العنصر الأول في قراءتنا لعاشوراء. العنصر الثاني هو الطابع العاطفي المأساة في عاشوراء، وهي قمة في المأساة. وأي قمة وأي أفجع من تلك المأساة الذي يقول في حقها الإمام سلام الله عليه إمام الحسن الزكي: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ولا مصيبة كمصيبتك يا أبا عبد الله. أن يقتل وأن يصرع أمام عينيه أصحابه الخلص وأهل بيته من بني هاشم، أن يقتل الطفل الرضيع على صدره، أي مأساة هذه المأساة؟ أن تطأ الخيل، حوافر الخيل على صدر الإمام سلام الله عليه وتجول بحوافرها، أن يفصل رأسه عن جسده، أن يطاف برأسه من بلد إلى بلد، أن تسبى نساؤه من طاغ إلى شر طاغي، أنتم يا من تحيون ذكر الحسين، أولادكم، نساؤكم، أهلكم أعز من نساء الحسين،
أغلى من الحسين الذي أرخص روحه وأرخص أهل بيته ونسائه سبايا؟ تخشون من الوقوف في الساحات؟ إذن عاشوراء مزيج من هذين العنصرين. هل أنتم ترون في طرح المنابر الحسينية، هل يتكلمون عن هذين العنصرين أو مغيب عنصر ويركز على عنصر آخر؟ فكيف نفهم عاشوراء؟ هل الأصل في قراءتنا لعاشوراء عنصر الحماسة، طابع السياسي، البطولة، الإقدام والتضحية، أم الأصل في عاشوراء المأساة، طابع العاطفي؟ قطعا الأصل الإقدام، إقدام الإمام الحسين. لو لم يقدم الإمام الحسين، لو لم يضحي، لو لم يمتلك هذه الروح الصلبة، لو لم يمتلك هذا الموقف في الوقوف بوجه جهاز الحكم الأموي ولم يبايع يزيد، لما حصلت المأساة، وكان بإمكانه سلام الله عليه. إذن الأصل المفترض أن تكون قراءتنا لعاشوراء ليست الأصل هي المأساة، وإنما الأصل في قراءة عاشوراء عنصر الحماسة، طابع السياسي. علينا أن نبرز هذا الأصل، لأنه علينا أن نبرز هذا العنصر، لأنه الأصل هو الأساس. نعم، المأساة أحد اللوازم الموقف الذي اتخذه الإمام الحسين في الطابع السياسي، أحد اللوازم. فبدأها الحسينيون بالتضحية والفداء والوقوف بوجه الظالم اليزيدي، وختمها اليزيديون بهذه الفاجعة وبهذه المأساة. فإذا يعني لو جعلنا الحماسة والطابع السياسي هو الأصل، كانت النتيجة نبذ الخوف من النفوس والذل والوقوف بوجه كل يزيد، وذلك بما ألهمتنا تلك الحماسة من أصول الحرية والمقاومة والتمسك بالعزة والشهادة. أما إذا اتخذنا جانب المأساة هو الأصل في قراءتنا لعاشوراء، الجانب العاطفي لو كان هو الأصل أو في قراءتنا، كانت النتيجة دائما وأبدا هو العزاء السرمدي، هو مأتم دائم، واقتصرت نشاطاتنا على إقامة مجالس العزاء وسكب الدموع والمجالس والمواكب العزائية المفرغة. الأصل في عاشوراء هو عنصر الحماسة، الطابع السياسي، لا الطابع العاطفي. الطابع العاطفي من لوازم هذا الموقف البطولي للإمام سلام الله عليه، ولا ينبغي التركيز عليه. الأساس والأصل والغاية الأهم تنبع من تأصيل الطابع الحماسي لعاشوراء،
لو أبرزنا هذا الطابع لكانت حركة الأمة دائما في وقوفها بوجه كل الظالمين وكل يزيد، ولما عاشت الأمة تحت سطوة الظالمين في الذلة والهوان. إنها الثورة التي بدأها الحسينيون بالحماس والعزة والبطولة، وختمها اليزيديون بالفاجعة. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ضحى بنفسه وأرخص دمه ليحيي في الأمة، ليحيي الأمة ويعلم الأمة درس العزة والإباء والصمود بوجه جهاز الظالم. لكن الرؤية العاطفية ظلت هي الطاغية على قراءتنا لعاشوراء، وبالتالي المجالس الحسينية غير قادرة على النهضة، غير قادرة على التغيير في المجتمع، حتى على المستوى الأخلاقي صارت الكلمات والخطابات أصبحت كلها مجاملات. واحد يسألني يقول لي ما عندك مجالس شيخنا في عاشوراء؟ قلت له لا ما عندي، ما يبغوني أنا، لأننا نتكلم في السياسة، ما عندي مشكلة تكليف يعني، ما حصلت. في أحد المجالس قرأت في إحدى الوفيات، قلت لهم احتمال كبير ما تجيبوني بعد مرة ثانية. على كل حال، فالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام من الشخصيات التي قتلت وظلمت مرتين، مرة في كربلاء ومرة في تحريف المفاهيم والقراءة لعاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. في 1947 توجهت المواكب والهيئات الحسينية إلى منزل العالم آية الله أبي القاسم الكاشاني، وألقى في الجماهير خطابا عاشورائيا. لاحظوا الآن المواكب والعزاء سنوات طويلة. فقال: أيها الناس، يا من تجمهرتم من أجل العزاء، يا من تجمهرتم من أجل العزاء، لو يعيشون القراءة الصحيحة لعاشوراء لكانت هذه المجالس اللي يحضرها الملايين من الناس على مستوى العالم أسقطوا كل الأنظمة. ولذلك هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فلم يبقروا بطنه فابتلاهم الله بيزيد. إذن خلى الله يبتليكم بيزيد ويزيد آخر. يزيد ما عنده مشكلة تحيون أمر الإمام الحسين بالطريقة التي يريدها يزيد، ما عنده مشكلة. لأنه يبين أن من بين هؤلاء السلطويين الذين عرفوا بالقمع والبطش كان يحيي مجالس عاشوراء ويقيم التشابه بعد في 10 محرم. فقال: أيها السادة، يا من تجمهرتم من أجل العزاء، هل تعلمون لماذا استشهد الحسين بن علي عليه السلام؟ قضية مو قضية أن أحضر مجالس الحسين، القضية مو قضية أن أحضر مواكب العزاء حتى تحضر الزهراء سلام الله عليها. الزهراء تحضر وهي غاضبة على الحاضرين. قال: فهل لهذه المنابر أثر؟ هل لهذه المنابر أثر في الحد من فواحش المدينة؟
الفساد كل ما اجى اليه يستشري اكثر في المجتمع. احنا نشوف نقيس، هل مجالس عشرة محرم استطاعت ان تحد من الحالة اللا اخلاقية في المجتمع؟ هذا اولا. تفضل نقيس اثر وفائدة وثمرة هذه المجالس التي تحضرها الزهرة. أم أن في عاشوراء يزيد الفساد أصلا؟ تفضل روح المنام، روح بعض المناطق والقرى، شوف حالة التفسخ والتحلل في مواكب العزاء وغير مواكب العزاء. حتى ألحان المواكب العزائية صارت مائعة. فهل لهذه المنابر أثر في الحد من فواحش المدينة؟ هل لهذه المنابر أثر؟ لقد أراد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام القضاء على الظلم المستعمل في المجتمع وتعليم الجميع دروس الشهادة والتضحية. كان ينهي الناس الإمام الحسين، كان ينهي الناس على الانصياع للظلم والجور والتواني في إحقاق الحق طرفة عين أبدا. لقد اختار الشهادة للحد من أوضاع مشابهة لأوضاعنا اليوم. هذا كلام السيد. لما نحييه فيه هذه الأيام، ولو كنا عملنا بمفهوم التضحية الحسينية لما عشنا هذه الظروف القاسية أبدا. مو إحنا دائما نتذمر من الأوضاع السائدة، نحن نقول نحن الذين أسسنا لهذه الأوضاع التي نعيشها، نحن الذين سمحنا لهذا الظالم ولغيره أن يعيث في الأرض الفساد ويتحكم على رقاب الناس ويسلب خيرات الأمة. لقد حرفت أهداف عاشوراء مرارا على طول التاريخ حتى أنها طمست بحيث لم تعد تشكل تهديدا لأنظمة الغطرسة والاستبداد. المواكب العزائية إذا تسير في الشوارع والطرقات كان ينبغي لها أن يخشاها الظالم، لأنها سهم من السهام التي أطلقها الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الموجهة إلى الأعداء. هذه هي المواكب العزائية. تنتهي عشرة محرم، هذه مدرسة عشرة محرم ومجالس أبي عبد الله الحسين، مدرسة الحسين، مدرسة الأحرار. كانت ينبغي بعد عشرة محرم أن تنطلق المسيرات والثورات والانتفاضات في كل أنحاء العالم لتسقط كل يزيد. ويكفي دليلا على ذلك التحريف أن سلاطين الجور باتوا هم الرعاة وهم المؤسسون لتلك المراسم والمجالس. السنوات دي كلها كان يوزع فيها خرفان على المآتم الحسينية، وبعض المآتم مستانسة كانت، مرتاحة كثير، وما علموا أن هذه الخطط الاستكبارية من أجل تحريف عاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الشيعة اللي يمتلكون الملايين من الأخماس والحقوق الشرعية محتاجين إلى خرفان؟ كما حصل
في ملك الجور الشاه عباس الصفوي حيث كان يقيمها بنفسه، يقيم تلك المجالس ويشارك في تفاصيلها، مو يقيم المجالس، يشارك في تفاصيل تلك المجالس، يخلوه يحضر المجالس وخلوه يدفع إليكم بعد ميزانية كبيرة بعد من الدولة، يفتح باب لإحياء مجالس أبي عبد الله الحسين. كيف ترضى الأمة؟ المآتم التي تسير على خط الحسين لا تقبل 100 فلس من الظالم. كم من المآتم استقبلت كسوة محرم من الأوقاف؟ هل تقول لتحضرها الزهراء؟ قاطعوا اللحم والدولة اشترت اللحم وعطت الأوقاف والأوقاف وزعت على المآتم. كم من المآتم أخذوا واستلموا هذه الكسوة، هذه المجالس التي يريدها أهل البيت عليهم السلام وتحضرها الزهراء، وينتقدون هذه المحاضرات وهي محاضرات تخالف الشرع والدين. أم أن هذه المحاضرات تؤسس لفهم صحيح لعاشوراء وإحياء شعائر الحسين؟ لذلك لستم أنتم بمستوى هذا التصحيح لعاشوراء الحسين. بكرة بعد يمكن تجينا رسالة بعد إعفائي من الصلاة بعد. مو بعيد ما يستبعد. وكما كان الدكتاتور ناصر الدين شاهي القاجاري الذي لم ير تعارضا بين ممارساته القمعية وتوفير أفضل وأحدث الإمكانات بغية إقامة مراسم التشابيه في عاشوراء الحسين، الذي يسفك الدماء، الذي يقتل الأبرياء، الذي يزج بالمؤمنين في المعتقلات والسجون، هو الذي يرعى مراسم عاشوراء ونصفق له. هذه أحد أدوات التحريف لمفاهيم عاشوراء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أو اهتمام الحكم البهلوي بشهر محرم وجلوسه تحت منابر العزاء حتى الناس تشوفه تركوا يحضر مجالس الحسين، أكم عندهم مأتم في المنامة يحضره كبار المسؤولين في الدولة، ترى هذا الزينين. هذه أحد أدوات التحريف لعاشوراء الحسين، تتعدد الصور والهدف واحد. فعلى أي حال بقيت عاشوراء عالقة في ذاكرة التاريخ لكنها ابتعدت عن أهدافها الحقيقية، الأمر الذي جعل الظالمين لا يرون مانعا بل يشاركون في مراسم إحياء عاشوراء الحسين. يزيد يقتل الحسين وهو يحييه، يحيي مراسم الحسين. لماذا تقبلون؟ لماذا تقبل الأمة؟ الأمة الحسينية لا تقبل مشاركة الظالم في مجالس أبي عبد الله بل تحاربه.
وتسقطه. هذا هو الحسين الذي أسقط غطرسة يزيد، الذي جعل الأمة، كل الأمة التي وقفت لتواجه الحسين عليه الصلاة والسلام، وخذلت الحسين عليه الصلاة والسلام، ولم يتخلى عن مواجهة يزيد. وهذا في واقعه نتيجة لانتشار المراسم المفرغة من الهدف والفلسفة المنشودة بين الناس، حتى باتت تدار من قبل حكام الجور أنفسهم. ما هي الوصية؟ فعلى الأمة التي تحيي ذكرى عاشوراء أن تفكر جليا وتبحث في عاشورائها وفي إحيائها لعاشورائها. أين الحسينيون وأين اليزيديون الحقيقيون؟ فهذا الفهم لقراءتنا لعاشوراء هي العنصر الأول في ثغرة الفصل بين فصل عاشوراء بين التنظير والتطبيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.